السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير والأحوال ديالكم طيبة وعلى ما يرام، والمشاركة ديالكم معايا نالت الإعجاب ديالكم، والوصفات اللي كنشاركها معكم كتنال الإعجاب ديالكم، جربوها راها ناجحة إن شاء الله وغتصدق معكم. وعلى بركة الله النهار غنشارك معكم واحد الوصفة حتى هي غتنال الإعجاب ديالكم، سبق لي شاركتها معكم بالحامض، دابا غنشاركوها معكم، غتجي رخامية غادي ترجع عندكم معتمدة، إلا جربتوها كتجي بنينة ورائعة، ما تستغناوش عليها، غتبدلوا ديال الزيت بالزبده ان شاء الله. ومع المقادير مباشره عندنا هنايا واحد ملعقه ديال الزبده مملوءه، غادي نستعمل نزيد ملعقه ثانيه، غادي نعبروا غير بالملعقه باش ما يكونش بالغرام، ملعقه مملوءه من الزبده، وغادي نضيف الثانيه ان شاء الله. ضفنا الملعقه الثانيه ديال الزبده مملوءه، هذا هو العبار، ديما كندير ملعقتين مملوءتين من الزبده. غادي نضيف سكر فانيليا كما العاده جوج، سكر كوب مملوء، كوب ديال العنب يكون مملوء جيدا، مملوء حتى الاخر، وغادي نخفقوا دابا جيدا بالخفاق الكهربائي، نفس المقادير اللي درنا في الحامض، ولكن هذه غتمشي ان شاء الله رخاميه بالكاكاو. وشوفوا معايا وغتنال الاعجاب ديالكم تاكيد، تبعوا الفيديو للاخر باش تكون النتيجه رائعه. غنضيف دابا 4 حبات بيض، كل بيضه غادي نخفقوها واحد نصف دقيقه، عاد نزيدو الثانيه وهكذا تنكملوهم. بسم الله، كتدخل جيدا مع الزبده، حتى نضيف الاخرين. من بعد ما اندمجت نهائيا البيضه الاولى غادي نضيفو الثانيه، وغنستمر بهذه العمليه حتى نكمل 4 بيضات، كل وحده كنعطيها واحد دقيقه ديال الخفق. ومن بعد تبعوا النصائح كتكون ناجحه في الكيك، هي اللي كتعطي النجاح ديال الكيك. البيضه الاخيره غنخفقوها جيدا حتى هي، نستمروا بواحد الخفق واحد جوج دقائق قد ما خفقنا مزيان، وغادي نرجعوا. غادي نضيف دابا قطره من الحامض، غير واحد ملعقه كتعطي الانتفاخ حتى هو، واحد نصف كوب ديال الحليب، نصف كوب من الحليب، واحد شويه ديال ملعقتين من الحليب، من غادي نضيفوا الكاكاو باش يعطينا هاد نصف كوب من الحليب. بسم الله، غنخفقوهم جيدا حتى هما باش نضيفو الدقيق وخميرة الحلويات. غادي نضيف دابا خميرة الحلويات، الوزن 16 غرام يعني الحجم الكبير، وغادي نضيفو 3 الكؤوس من الدقيق مملوءة، لأن ديال الزبدة كتبغي شوية تجي تقيلة. هاد الكاس ديال العنبة غنعمر منو 3 ديال الكؤوس، الكوب الأول ديال الدقيق، غادي نضيف 2 أخرين، الكوب الثاني، حاولوا ديروهم يكونوا مملوءين حتى الآخر، وهذا الكوب الثالث. صافي دابا غنمجو جيدا، بسم الله، نمجو جيدا ونرجع. هذا هو القوام اللي كنتحصلوا عليه، كيكون شويه ثقيل. غادي نقسموا هذه العجينه على نصفين، نصف غنديروا فيها الكاكاو ونصف غنخليوها ابيض، يعني نقسموا على نصفين. هذه العجينه ديالنا فصلنا على نصفين، نصف هنايا خليناها ابيض، وهذا غادي نضيفوا عليه الكاكاو والقليل من الحليب، واحد ملعقتين من الحليب وقليل من السكر، لان بودره الكاكاو مره، باش شويه تحلي لنا هاد العجينه. الملعقه الاولى ديال الكاكاو، الملعقه الثانيه، تكونش مملوءه بزاف، على حسب الذوق ديال كل واحد، اللي بغاها تجي مغلوقه يضيف شويه. غادي نضيف واحد القطره تقريبا واحد ملعقتين ديال الحليب، كندير غير عيني ميزاني، وغادي نضيف ملعقه ديال السكر، نضيف حتى هي السكر، شويه السكر عليها، وغادي نمجو جيدا دابا. بسم الله، هذا هو القوام ديال العجين كما كتشوفوا. كنضيفوا ديك القطره الحليب باش ما تجيناش العجينه قاصحه بزاف بالكاكاو، لان الكاكاو فحال الدقيق. هاد المول ديالي غادي نستعمل هاد المول هذا الدائري، دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق، هادشي كلشي كيعرفوا. ودابا غادي نبقى نوزع، وزعت العجينه البيضاء في الاسفل، وغادي نضيف منها العجينه السوداء بهذه الطريقه، هذه اش كتجينا من الداخل يعني رخاميه. غنستمر هكذا تنوزع الاسود فوق منه كامل. دابا غنضيفو العجينه البيضاء، الكميه اللي بقات ناكلها غادي نوزعوها من فوق السوداء جيدا،
دابا غنختمو بالطبقة السوداء نفس العملية اللي درناها في الأسفل. غادي نبقاو نوزعو بهذا الشكل. من بعد ما وزعناها كنجيبو فرشيط ولا ملعقة وكنقلبو، نمشيو بهذه العملية، ندخلو ونقلبو باش يعطينا ديك الرخام من الداخل. الأبيض كاين يشكل في الأسود. الفرن دابا مسخن على 180 درجة، غندخلها واحد 40 دقيقة لأنها قاصحة. صافي هذه العملية ديالها، وغادي نرجع إن شاء الله من بعد مرور 40 دقيقة في الفرن على درجة حرارة 180، وغادي نتلاقاو إن شاء الله من بعد ما طيب. وهذا الكيك ديالنا من بعد ما خرجناه من الفرن بعد مرور 40 دقيقة إلى 45 دقيقة. كل سيدة تشوفها يعني الفرن ديالها من تحمر جبدها، ونتظروا ليها شويه باش نقلبوها. غادي نرشوها فقط بالسكر بودره، التزيين كيرجع لكل سيده، ممكن تغلفيها بالشوكولات. انا غندير ابسط حاجه، غنرشها فقط بالسكر بودره، كتجي رائعه من كتبرد. هاد الكيكات النوع ديال الزبده دائما خصكم تنتظروا عليه حتى يبرد تماما عاد تستهلكوه. بالصحه والعافيه، ونتلاقى ان شاء الله مع التقديم النهائي. الكيك ديالنا من بعد ما حيدناه من القالب كنحطو هكذا في شي شبكه باش يخرج منه البخار، ونتظروا عليها حتى تبرد تماما، ونرشوها بالسكر بودره. وهذا هو التقديم النهائي ديال الكيك ديالنا. قد ما خلينا هكذا ضروري خصنا نخليوه ديما مخبع مغطي، يعني بالبلاستيك الغذائي ولا في شي بواطه بحال هادي. وانتم كما كتشوفوا جات رائعه. غادي نقطع معكم واحد القطعه، واخا باقا ما بردتش نهائيا، لكن غادي تشوفوها معايا من الداخل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. الكيك بسيط، حاولوا دائما تجربوه، نصيحة مني خليوه معتمد عندكم حسن من ديال الزيت، كيجي رائع، وخصوصا ملي كيبرد كيرجع فتي وشيش. انتما كما كتشوفوا معنا من الداخل، شوفوا ما شاء الله كتجي رائعة. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها إن شاء الله، ترجع عندكم معتمدة. الكيك الرخامي كلشي كيبغيه، الأطفال كلشي عزيز عليه، يعني حتى واحد ما كيقول عليه يعني أنه ما كيبغيش. ونتمنى إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم وتجربوه وتناولوه بالصحة والعافية مع وليداتكم. وإلى اللقاء، مع السلامة، دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.